ميديا وكرتون واعلانات وكله يأصل للفاحشه، يأصل ان ده شيء لا ما هوش عادي، والله ما هو عادي ولا يرضي الله عز وجل. وانا من مكاني دوت ابرأ الى الله عز وجل من كل عمل ومن كل تنشر في قلب المجتمع. مفيش ناس تقول حنا احنا بنقول اهو احنا وغيرنا وغيرنا وغيرنا، حرام. ما تتفرجوش وانتم منتظرين قيمه من الحاجات دي؟ ايه ده، من امتى اصلا؟ من امتى ان دي انت عارفين المصيبه ايه؟ المصيبه تنظير تنظير تنظير. فين الحل؟ ولا ادوا حل. الحل ان ما كانتش تتلعب اللعبه، خطا. ان اللعبه اللي دي ما كانتش تتلعب عشان ما حدش ينكشف، خطا. فين الحلول؟ سبتوا الناس من غير اي حاجه، القسمة كده وكل واحد على عيبه؟ اللي بيعمل غلط واللي بيعمل فاحشه واللي بيزني مع واحده واللي حملت منه سفاحا واللي بتشرب خمره واللي بيتكلم رجال ايه؟ واللي بيجيله صور على موبايله، كل دي قضايا قاتله. واللي بتخون زوجها مع صاحبه، كل دي قضايا قاتله ما تمش لها حل ولا اتحط فيها حل واتقفلت على كده. الحل انه ما كانش حد يبص يطلع باللعب، خطا. الحل ان كل واحد يلتزم بما قال الله وقال الرسول. البيوت والاسر لها قوانين، ما في دين من الاديان السماويه حط قوانين للاسره زي الاسلام. ما في دين من اديان السماء حط لها التعاملات الاجتماعيه داخل حتى غرفه النوم ما بين الزوج والزوجه الا الاسلام. اما نرجع لاسلامنا ونرجع لديننا تاني هنقول اه ايه الصح وايه الغلط. لكن فين المنابع؟ تكفيف وهدم وقفل لكل حد بيقول قيمة إسلامية تربوية صحيحة. هدم كل واحد وكل راجل في قلب بيته، كل أب وكل أم. اصحي فوقي، شوف عيالك بيتفرجوا على ايه، شوف عيالك بيتعامل مين، صحاب عيالك مين أصدقاء ابنك يا ابني، بيروح فين، بيعملوا ايه. والله لو كبروا في جبع مش بيتصرف عليهم؟ انا من حقي انا طالما بصرف، طالما بدفع ثمن الراوتر والداتا والموبايل اللي انتوا عليه، انا من حقي اعرف. اسال عنكم امام الله. والتربيه عمرها ما من الكبر، بيقول لي الكلام على المراهقه، التربيه باديه من الصغر. لكن تيجي قيم تهدم المجتمع، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه. يا دي الام ويا دي الاب، انت مسؤول امام الله، انت مسؤول امام الله على بيتك وعلى القيم اللي بتخش بيتك. قول ما انتش عارف الدين، اقرا اي حاجه، افتح اي كتاب واقرا، هات تفسير، هات تفسير ابن كثير، اسهل تفسير، تفسير السعدي اسهل واسهل، هتقرا بيقول كده واقرا صفحه بصفحه لعيالك، والزمهم يسمعوا عن الله عز وجل، يسمعوا ربنا بيقول ايه، قال الله قال رسول الله، يسمعوا. الناس اللي ما عندهاش علم شرعي خشوا الاكاديميات اللي فاتحه كلها مجانا على النت، كلها مجانا، خشوا واعرفوا عن الدين. طالما ما فيش حد بيقول لكم الله، ما بتسمعوش عن رسول الله، خلاص نعم، خشوا وتعلموا، علموا عيالكم. لكن اسيب اولادي بالشكل ده وما يسمعوش ان ده غلط؟ يا بناتي اللي بتسمعوني على الانستا ولا على التيك توك ولا في اي منصه، انا عارفه ان دي منصاتكم، من فضلكم، انتبهي يا حبيبتي، انتبهي. مش ده اللي ناخد منه قيم؟ انتبهي وتعلمي دينك واعرفي عن الله، اعرفي ازاي تأنسي بالله وما يكونش ليكي انيس في الدنيا الا الله عز وجل. ينفع؟ ينفع. مش شرط تكوني عجوزه وصلت للخمسين والستين عشان اعرف ربنا بقى وتابت لربنا، لا. احب ربنا يحب العبد التائب وحبه للشاب التائب اشد. ليه؟ عشان هو لسه في بداية الحياة. يا هناك ويا سعدك، يا هناك ويا سعدك، وانت لسه كده فايقة ولا سمعت الفيديو بتاعه، تتوبي إلى الله. خلاص، مفيش حد معصوم، كلنا ذو خطأ. لكن الفكرة في إيه؟ أنا ناوية أتوب وأرجع لربنا. ارجعوا. يا أجمل حياتكم وانتوا في قرب ربنا. الفجر عاملين فيه إيه؟ بتصلوا فجر؟ بتصلوا صبح ظهر عصر؟ ما اخبار الصلوات ايه؟ اخبار السنن النوافل ايه؟